بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من الجولة الاقتصادية التي نستعرض بها أبرز القضايا الاقتصادية على الساحة المحلية والعربية والدولية، نستهلها بأبرز العناوين: ضبط منتجات احتلال وإغلاق محال تجارية، انخفاض الإنتاج الصناعي خلال شباط الماضي، إجراءات الاحتلال تتسبب بإغلاق محال تجارية في زهرة المدائن، ودعم إماراتي لقطاع غزة. وعربيا، الأردن تدرس مشروع سكة حديد بين العقبة والبحر الميت. وفي ملفنا لهذا اليوم سنتحدث حول أسعار كشفيات الأطباء في العيادات الخاصة، وفي الجولة الاقتصادية أيضا أسواق المال وأسعار السلع. وقبل أن نبدأ بنشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم، لنتابع بداية أسعار صرف العملة. مشاهدينا من جديد، والآن ننتقل وإياكم لنتابع النشرة الاقتصادية. قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن أغلب المنتجات والسلع التي ضبطت في السوق المحلية خلال الشهر الماضي هي منتجات الاحتلال، بواقع 50 طنا من منتجات المستوطنات وثلاثة أطنان من المنتجات المحلية، كما أحالت 29 تاجرا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية. أظهر مسح دوري ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء انخفاضاً في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي، انخفاضاً بنسبة 3% فارزة 19 خلال كانون الثاني الماضي مقارنة بشهر كانون الأول من عام 2015. أعلن تجار القدس القديمة عن إغلاق نحو 35% من محالهم التجارية منذ 6 أشهر حتى اليوم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده التجار في القدس القديمة، تحدثوا خلاله عن إجراءات الاحتلال من تنكيل وتفتيش واعتقالات. قالت وكالة الغوث والتشغيل اللاجئين إنها ستصرف خلال 10 أيام أو أسبوعين كحد أقصى بدل إيجارات أصحاب المنازل المتضررة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوكالة أن الصرف سيكون عبر البنوك. قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله نصور إن الحكومة تدرس مشروعاً لسكة حديد بين البحر الميت والعقبة سيمر من منطقة وادي عربة لنقل ثروات البوتاس إلى ميناء العقبة، مؤكداً أهمية المشروع في إحياء المنطقة التي يمر بها. إلى هنا انتهت نشرتنا الاقتصادية، وننتقل وإياكم مشاهدينا إلى ملف الحلقة. تتباين أسعار الكشفيات الطبية بين المحافظات والقرى، بين طبيب عام وطبيب خاص. المواطن يتساءل دوما لماذا هنالك تباين في كشفيات العلاج، ويحاول أن يجتهد في الإجابة ولكنه لا يمتلكها. لمناقشة هذا المحور وغيره من المحاور، أرحب بضيف الناطق الرسمي باسم نقابة الأطباء الدكتور السيد محمد الرمحي. أهلا وسهلا فيك معنا سيد محمد. أهلا وسهلا بك. بداية سيد محمد، قبل ما ندخل في موضوع الكشفيات والأسعار، رح نشاهد تقرير إحنا والمشاهدين، أخذنا عينة من آراء الشارع الفلسطيني ورح نرجع نستكمل الحلقة. بالنسبة للعيادات الخاصة كشفياتها غالية، بالنسبة للأوضاع اللي إحنا فيها ولرواتب الناس ولأوضاع الناس غالية كتير، يعني بالنسبة للشعب الفلسطيني غالية، ويعني هي لازم تكون أقل من هيك، ويعني ظروف الراتب قليل والكشفيات وأشياء تانية أغلى، يعني ما بتوفيش مع اليدوب، فعشان هيك فالناس بتضطر تروح للصحة، بس ما في أشياء في الصحة، لا دواء ولا أشياء، فبتضطر تروح على الدكاترة الغالية، فعشان هيك بتمنى أنها تكون أرخص شوي، يعني أقل سعرها. ومع الأوضاع ناس فكرية ما بيقدروش يروحوا، يعني إذا بحتاج بده يروح للطبيب الخاص، الكشفيات يعني المختص، الكشفيات اللي عندهم غالية، وهذا الحكي في الوضع اللي إحنا فيه، الوضع الاقتصادي صعب وكشفياتهم غالية، يعني ما فيش عندي مراعاة. والله أنا بطالب إنه توفير حماية إلي، يعني عند الدكاترة، إنه مثلا الدكاترة الخاصيين إنه الكشفية تقل، يعني مثلا 50 شيكل 40 شيكل 60 شيكل ممكن أنا معاي، بس غير ممكن محوش، وضع الناس الوضع المأساوي، يعني هالوقت الموظف مش قادر يعيش، فما بالك اللي دخله محدود. إحنا بنطالب
انهم يحددوا التسعيره لهم يعني اكل شيء. انا بطالب النقابات الطبيه وبطالب من وزاره الصحه ومن المسؤولين الكبار انه يا ريت يقللوا من هالاقليه، يعني تكون الكشفيات ارخص من هيك، او حد يلاقوا دواء، يلاقوا اشياء بالصحه بروحوش على الدكاتره، ويا ريت تكون الدكاتره مداومه بصحيات المناطق، مش بتكون يوم ويوم لا، يوم اسبوع راح وهذا، فعشان هيك الناس تضطر تروح على الدكاتره الخاصه. والله كشف العيادات الخاصه غاليه جدا، انه مثلا الواحد بيدفع 100 و150 شيكل لكشف لعند دكتور خاص، بالرغم انه معي انا تامين صحه ممكن اروح على المستشفى، بس بروح على المشفى بلاقي الدكتور طبيب عام وبلاقيش الدكتور الخاص اللي ممكن يعتني به. اذا سيد محمد، مثل ما شاهدنا يعني اراء الشارع الفلسطيني، خلينا في البدايه لو نحاول انه ان نقدم اجابه على سؤال المواطن اللي هو دائما بيكون في ذهنه انه اسباب اختلاف الكشفيات بين عياده واخرى. الكشفية الطبية محددة من قبل نقابة الأطباء بحد أدنى وحد أعلى، بمعنى للطبيب العام لقد تم تحديد الكشفية من 30 إلى 50 شيكل بحدها الأدنى 30 وحدها الأعلى 50، والطبيب الأخصائي تتراوح بين 60 شيكل و100 شيكل للطبيب الأخصائي. هذه الأسعار بدل المعاينة الطبية لم ترفع منذ سنوات مراعاة للظرف الاقتصادي الذي يمر به شعبنا، بمعنى أنها تمت مراجعتها في 2008 وقبلها بال98 ولم يتم الزيادة عليها، وهي محددة بالدينار الأردني من 5 إلى 10 دنانير للطبيب العام ومن 10 إلى 20 دينار للطبيب الأخصائي. يعني أنا أرى أن هذه الأسعار نسبيا معقولة جدا، حيث أنها لم يتم رفعها منذ سنوات، وتأبى النقابة أي زيادة عليها رغم ارتفاع سلم غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم وفقا لإحصائيات المركز الفلسطيني للإحصاء، ولكن نحن نقدر الظرف الذي يمر به شعبنا، ونحن سنكون إلى جانب شعبنا ولدعم صموده على هذه الأرض. لذلك فإننا نعدكم بأن نحاول أن نحافظ على هذه أسعار الكشفيات، رغم أن هناك بعض التذمر أنها لم ترفع منذ سنوات، ولكن تماشيا مع الوضع العام السياسي والاقتصادي الذي تمر به بلادنا. سيد محمد، العديد من العيادات الطبية بتأخذ في الزيارة الأولى 100 شيكل وفي الزيارة الثانية للمراجعة 50 شيكل، يعني بنظرك الأسعار هاي الموجودة في الضفة تتلائم وتتماشى مع الوضع الاقتصادي بفلسطين؟ يعني 100 شيكل هي ضمن الرينج تاع الطبيب الأخصائي، لم تتجاوزه. هناك تجاوز لأسعار الكشفيات الطبية المحددة من قبل النقابة، ولكن معظم هذه التجاوزات هي تجاوزات للحد الأدنى، بمعنى أقل من الحد الأدنى للكشفية، خاصة في عدة محافظات في الشمال حيث يتم المعالجة للطبيب الأخصائي بأقل من 60 شيكل عادة، بين 40 و50، ونحن نتغاضى عن ذلك رغم أنه يتنافى مع مبادئ المنافسة الشريفة بين الأطباء، ولكننا نتغاضى ونعتبر ذلك تسهيلا على أبناء شعبنا. سيد محمد، دور نقابة الأطباء في هذا الموضوع بأن يكون هنالك قائمة أسعار موحدة وأن يعمل الأطباء أيضا على الالتزام فيها؟ نعم، دور نقابة الأطباء هو دور رقابي، وهي الجهة المخولة بالنظر لأي شكاوى يمكن ترد إلينا. أي إنسان أو مريض يحس بأنه ظلم أو تعرض للظلم أو للغبن، فنحن نرحب بأي شكاوى وسننظر فيها من قبل لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء. ولكن أود أن أشير أن هناك خلط لدى الشارع الفلسطيني بين بدل المعاينة الطبية أو المتعارف عليه بالعامية الكشفية، وبين أي إجراء طبي ممكن أن يجرى خلال الزيارة، بمعنى إذا تمت الزيارة وأجري مثلا تخطيط على القلب فإن ذلك سيضاف إلى الكشفية أو إلى بدل المعاينة. لو وضع مثلا جبس لنقل مثلا على سبيل المثال للحصر فإن ذلك سيضاف. في لاحظت من بعض الشكاوى أن المريض يجمع التوتال المجموع، بمعنى أنه سيحسب الدواء، سيحسب بما أجري له من هاي. نحن نتحدث عن بدل المعاينة الطبية، وبدل المعاينة الطبية كما أسلفت لك محدد بالقانون وغير مسموح تجاوزه،
بين 30 و50 للطبيب العام أكرر، وبين 60 و100 للطبيب الأخصائي. يعني إحنا بنحكي هون عن كثير من المرضى اللي بيروحوا بزور العيادات الطبية بيدفعوا الكشفية لأول مرة 100 شيكل، ومن ثم الزيارات الأخرى المراجعة 50 شيكل، مقابل مدة ما بتتجاوز ممكن دقيقتين أو 3 دقائق. ما هو دور الجهات الرقابية وفي القطاع الصحي والحكومي والخاص أيضا؟ في الحقيقة المراجعة الطبية هي عرف وليست قانون. العرف المتعارف عليه أنه إذا تمت المراجعة خلال أسبوعين فإن الطبيب يمكن له ألا يتقاضى كشفية أو أن يتقاضى نصف كشفية، ولكن في القانون لو تقاضى كشفية كاملة فإنه لا يمكن إدانته ولا ضير في ذلك، ولكن العرف المتعارف عليه أنه خلال أسبوعين تكون الكشفية مجانا. في نظرة عنا سائدة بالمجتمع بأنه الطبيب اللي بياخذ الكشفية الأعلى هو الأفضل، بمعنى آخر بيربطوا الكشفية هو بياخذوا معيار وحيد للحكم سلبا أو إيجابا على الطبيب، يعني شو رأيك في هالموضوع؟ نعم صدقتي، يمكن أن هي ثقافة المجتمعية بأن الطبيب الأعلى كشفية هو الأكثر خبرة والأكثر معرفة، وهناك مشكلة ثقافية أخرى لدى شعبنا أو بعض أبناء شعبنا أود أن أشير إليها، أن العلاج والصحة ليست أولوية لدى الأسرة وليست من أولويات الأسرة، بمعنى أن بعض السيدات يمكن أن تذهب إلى صالون تجميل وتضع أضعاف ذلك ولا تجد حرجا في نفسها، بينما للعلاج فإنها ستصبح ليست من أولويات الأسرة. يعني أنت ذكرت بأنه السقف المعين للكشفية هو أو للزيارة الأولى 100 شيكل، في حال تجاوز الطبيب هذا المعيار المحدد يعني شو المطلوب من المريض أو يعني لوين يتوجه، شو يعمل دور النقابة كمان؟ نقابة الأطباء أبواب مفتوحة لكل أهلنا وأبناء شعبنا. نقابة الأطباء لم توجد ولم تتأسس فقط للدفاع عن الأطباء، هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني دورها رقابي، وسنكون إلى جانب كما أسلفت لك أبناء شعبنا في حال أي مريض أشعر بالغبن أو بالظلم عليه التوجه لمكاتبنا، ونحن سننظر في أي حالة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. إذن خلينا نذكر المشاهدين بأنه الطبيب العام كما ذكرت من 30 إلى 50 والمختص من 60 إلى 100 اللي هي سعر الكشفية. ذكر بعض المواطنين في التقرير بيطالبوا الجهات يعني المختصة من نقابة أطباء وغيرها بتوحيد يعني الأسعار الكشفيات في العيادات، هل يعني هل ممكن أنه نشهد توحيد والتزام من قبل الأطباء؟ عادة الكشفية تحدد بحد أدنى وحد أعلى، وهو شيء مناسب بحيث أن الأجارات وبعض الرننج كوست يختلف من محافظة إلى أخرى، لذلك تحدد من إلى. أود أن أشير أن كشفية الاستشاري هي لم تحدد بعد، والنقابة الآن ومجلس ضبط المهنة في دراسته لتحديد من يحق له أن يكتب عن نفسه أخصائي. آخر أن القضية ليست كما يقال بالعامية تايبة، يكون هناك تحديد لأي طبيب يحق له أن يكتب عن نفسه استشاري وأيهم لا يحق له أن يكتب استشاري، سيكون هناك شروط صارمة على ذلك. إذن نتأمل بأنه يكون هنالك قائمة يعني في توحيد أسعار الكشفيات بدائرة يعني أنه بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي. بشكر ضيفي الناطق الرسمي باسم نقابة الأطباء الدكتور محمد الرمحي، شكرا جزيلا لك. العفو. لنتابع مشاهدينا تطورات أسواق المال محليا وعربيا ودوليا. إلى زاوية السلع والمعادن والوقود لنتابع سوية آخر الأسعار.
أسباب عديدة تؤدي إلى انخفاض أسعار العملات، لعل من أهمها عدم الاستقرار الاقتصادي. ماذا تعني انخفاض قيمة العملة؟ لنشاهد التقرير التالي. انخفاض قيمة العملة يحدث عندما تعاني العملة من انخفاض سعر الصرف بالنسبة لعملة أو مجموعة عملات مرجعية، وقد يحدث انخفاض قيمة العملة دون تدخل من جانب السلطات المالية بحكم التطور الطبيعي لأسعار الصرف. وهناك عدة أسباب تؤدي إلى انخفاض أسعار العملات، لعل من أهمها عدم الاستقرار الاقتصادي. والاقتصاد غير المستقر يحدث حالة من التدهور في العملة ويؤدي إلى خفض قيمتها مقابل العملات الأخرى. لذا فإن محافظي البنك المركزي في أي بلد ينصحون دائما بالحفاظ على سعر الصرف للعملة حتى لو بالاقتراض من الاحتياطي الأجنبي، وهذا يوضح مدى أهمية ثبات صرف العملة بالنسبة للاقتصاد عند تحويل العملات. أما في زاوية هل تعلم، ماذا لدينا من معلومات؟ لنتابع. هل تعلم أن عدد العاطلين عن العمل في العالم سيرتفع خلال هذا العام إلى 200 مليون شخص حسب توقعات منظمة العمل الدولية؟ وهل تعلم أن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن بحلول عام 2020 حسب تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؟ هل تعلم أن الصين احتلت المركز الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الأثرياء؟ كانت هذه كل ما لدينا من معلومات في هل تعلم، وننتقل وإياكم إلى زاوية كاريكاتير اقتصادي. إلى هنا انتهت جولتنا الاقتصادية، وإياكم مشاهدين لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. مني أنا فرح الزحلقة ومن طاقم العمل أطيب الأوقات، وشكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.